في عطوفة الدكتور نضال على السعد، والانشغال ينوب عنه الدكتور أمجد الفاعوي. أهلا وسهلا. هذا مساء جميل يجمعنا وللمرة الأولى مع الرواية الأولى للكاتبة الشابة التي تضع لمساتها الأولى وخطوتها الأولى كذلك في عالم الرواية الأردنية. إنها حلا غالب فريجا. تكتب هذه الشابة بطريقة حداثية جديدة، تكاد تكون مختلفة وجديدة. روايتها عنوانها نهر نيرفانا، ونيرفانا أصل الاسم فيها أعجمي، ويعني الشعور بالانفصال التام عن العالم الخارجي. ويذكر أن أصل كلمة نيرفانا مأخوذ من لغة الهند الأدبية القديمة التي كان يطلق عليها السنسكريتية. في هذه الأمسية النقدية الاحتفائية بمنجز حالة فريجات الأول سيتحدث نقاد متميزون يعاينون تجربتها الغضة الطرية بكل دقة ورقة وجمال. سيضع النقاد يدهم على مفاصل هذه الرواية وجمالياتها ونهجها. متحدثنا الأول الدكتور حكمة النوايسي. حكمة النوايسي شاعر وأديب أردني حاصل على بكالوريوس في التربية والجغرافيا، ثم على بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة مؤتة، ودبلوم عام في التربية من نفس الجامعة، وعلى الماجستير في الأدب العربي والدكتوراه في الأدب العربي من الجامعة الأردنية. وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام لكتاب العرب، رئيس تحرير مجلة الفنون الشعبية بوزارة الثقافة، شارك في عدة هيئات ثقافية، فقد كان عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، عضو مؤسس في الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري بيت الأنباط، عضو مؤسس في ملتقى الكرك الثقافي، عضو هيئة تحرير صحيفة الموسم الثقافي في نقابة الفنانين الأردنيين، وعضو هيئة تحرير نشرة المسرح الموسمية بوزارة الثقافة، وعضو لجنة النقد والشعر في مهرجان جرش، ورئيس تحرير مجلة وسام للأطفال. طبعا كان عضو تأليف وتطوير المناهج المدرسية بوزارة التربية والتعليم. عمل محكما في حقلي القصة والشعر في مهرجان الإبداع الشبابي بمناسبة إعلان عمان عاصمة الثقافة العربية. له العديد من المؤلفات: المآل، دراسة تأويلية في نماذج من القصة القصيرة في الأردن، عزف على أوتار خارجية شعر، الصعود إلى مؤتة، شجرة الأربعين، كأنني سراب، وعي الكتابة، دراسة في تجربة الياس فركوح السردية، أغنية ضد الحرب، بائع الأقنعة. وأعد الدكتور حكمة وأخرج ثلاث مسرحيات سابقة نفذت على التوالي في مهرجان المديرية العامة للتربية في الكرك، وهي معركة مؤتة، الكرك تاريخ وحضارة والحصار. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. أعتذر من بحة الصوت، يعني ظرف طارئ. يسعدني أن أكون الله يسعدك. يسعدني أن أكون ليلكم وأن تستضيفنا هلا في هذه الرواية، الرواية التي تشكل كما تفضلت أختي دلال تجربة جديدة في الكتابة، والغريب فيها أن شخصياتها شخصيات ليست عادية، وأن أحداثها تدور في مكان ليس عربيا، وحتى
تسميات شخصيات نقف على كلمة شخصية واحدة، شخصية جميلة، وهي إحدى عشيقات بطل الرواية ومن الشخصيات المشتركة، شخصية فينوس، وهذه شخصية مشتركة في الثقافة الإنسانية بعامة. الرواية تعكس يعني كل ما تعني التجربة الأولى من دلالات، بمعنى أن الرواية لم تأتي منسوجة على يعني تنميط الرواية الاعتيادي، وإنما هي محاولة جديدة بكل ما تعني الكلمة. يسيطر على الرواية لمن يقرأها حضور الشخصيات، الحضور الدرامي السينمائي أو التلفزيوني، بمعنى أننا لا نرى شخصيات الرواية من خلال الكتابة عن هذه الشخصيات، وإنما بما يشبه القطع المسرحي أو الدرامي ندخل إلى هذه الشخصية. مفاجأة يكون الحوار بين يعني شخصين، ننتقل فجأة إلى شخص آخر من هذه الشخصيات الرواية، يستذكر ماضيا أو يتدخل بالحوار الدائر بين الشخصيات. يعني العقدة المركزية في الرواية يعني من الصعب الوقوف عليها، على هذه العقدة والثيمة المركزية في الرواية. يعني ليس في الرواية موقف للكاتب باتجاه ما يدور في الرواية. يعني هناك في ما يسمون نقاط التخطيط الروائي، كان يقف البطل طبعا في الرواية النص يعني، ويؤدي كلامه، وهذا يسمى تخطيط الرواية، يعني كأنه وقف ليقدم خطبة، وهذا يعني ليس من المستحسن في الكتابة الروائية، لكنه جاء بلغة واضحة تماما أن الكاتب ينعكس من خلال التخطيط رأي ويعني ثقافة عالية وتفكير عميق في هذه اللفتات الجميلة التي تظهر من خلال ذلك. وطبعا يعني لا أشار إليه عن ما يسمى التخطيط، ترونه كلكم في الفيسبوك وغير الفيسبوك إلى آخره، ترون مجموعة من الجمل مكتوب وراءها مثلا هذه أحلام السلامي أو نجم محفوظ أو يعني من الروائيين الشهرة، فكأنه أحلام السلامي صارت مفكرة مقياس. يعني هذا مثال يعني ما أشرت إليه، يعني التجربة الأولى ليس مطلوب مني الآن يعني في هذا المقام أن أكون مادحا، يعني نظرا لخصوصية العلاقة فهي الكاتب بنت أخ عزيز كريم من جماعة أهل أعزاء وكرماء وقريبون من النفس، ويعني لابد من الإشارة هنا إلى بعض الملامح
ضرورة اعتناء اللغة من حيث بناء الجملة النحوي، بناء النحوي الجملة عفوا، لابد من الانتباه لذلك، و بحاجة إلى تطوير اللغة من ناحية قواعدية، قواعد اللغة العربية حاجة كهذه، وهذا ضروري جدا يعني. وإذا تكررت الأخطاء اللغوية كثيرا بأي نص من النصوص تكون هذه الأخطاء دافع لهم يعني يطلب أي واحد يعني طليع باللغة العربية أن يترك النص ويمكن قراءته، فهذا ضروري يعني هناك واقع يجب الانتباه إليه ضروري جدا يعني. وأظن أنه يعني تقوية مجال اللغة العربية من ناحية القواعد لأي كاتب من الكتاب لا يكلف كثيرا يعني، بما لا يعني أي كرواس من كرواسات القواعد اللغة العربية كفيلة بأن يعني يقوي الكاتب لغته من ناحية القواعدية النحوية وغير ذلك. يعني هذه الملاحظة يعني أردت أن أشير إليها. في السياق أو في الخطاب في الجسم من خلال سرد بعض الجمل في الرواية من خلال الحوار، مع أن الحوار يدور بين اثنين أجانب في مستشفى يعني أجنبي، والسياق العام الذي تتكلم فيه الرواية السياق المكاني والزماني نجد بعض الجمل لا يمكن أن نقولها أجنبي، يعني لا يمكن أن نقولها أمريكي لأمريكي، يعني هل يقول أمريكي لأمريكي بالله عليك هل تصدق ذلك؟ ما ممكن يعني، يعني بما أنه اللغة تأتي على لسان الشخصيات فينبغي أن نأخذ بالاعتبار كيف تتكلم الشخصيات في مثل هذا المكان، كيف يحاور الأمريكي الأمريكي في مثل هذا الموقف. الخلفية العربية في الرواية واضحة تماما، يعني ليس في السياق الذي تتحدث فيه الرواية هذا العشق، العشق البطل الرواية مثلا لجميلة على سبيل المثال، والتي تأتيني على شكل طيب وخيال مستمر طيلة حياته، هذا سياق عربي يعني، لأنه يعني ليس سياقا أجنبيا ويعني غربيا، ويعني هذا بحالة السياق العام. وأيضا هذه المرأة التي هي بين الكاهنة والمرأة العادية تظهر كما تظهر النساء، النساء المشابهات لها في ثقافتنا العربية كألف ليلة وليلة وما إلى ذلك. هذه جملة من الملاحظات، وأشكر الكاتبة على هذه الرواية وأشكركم لاستماعكم. السلام عليكم. إن الاهتمام بالرواية في العصر الحديث هو اهتمام مبرر جدا، وله ضرورته وشروطه، وله شروط خاصة
به، لأن الرواية هي صورة المجتمع ونبضه الناطق بتفاصيله. وفي الحقيقة إن سؤال الرواية الحديثة هو سؤال المجتمع في حركته وسكونه وتفاعلاته، لأن الرواية ما هي إلا صورة المجتمع الناطقة المعبرة عنه بكل تفاصيله. والرواية الأردنية جزء أساسي ومهم من عالم الرواية في العالم وفي العالم العربي، لذا لا بد من التوقف عند كل منجز روائي جديد ومعاينته معاينة دقيقة. متحدثنا الثاني في هذه الجلسة الاحتفائية الدكتور زياد أبو لبن، وهو كاتب وناقد وقاص وأستاذ جامعي، طبعا كان رئيس رابطة الكتاب الأردنيين من 2015 حتى 2017، وهو عضو في الاتحاد العام للتباؤل الكتاب العرب ونادي الوطن الثقافي ونادي الرواد الثقافي وعضو هيئة تحرير مجلة رابطة الكتاب الأردنيين أوراق. عمل رئيسا لقسم النشر ومديرا لقسم الدراسات والنشر في وزارة الثقافة ورئيس لجمعية النقاد الأردنيين ومستشارا في وزارة الثقافة ومدير عام مركز دراسات القدس، وهو محاضر غير متفرغ في عدد من الجامعات الأردنية. صدرت له العديد من المؤلفات، له المونولوج الداخلي عند نجيب محفوظ، الأطفال في قصص يوسف أبو ريا، رؤى نقدية في القصة القصيرة، رؤى نقدية في الرواية، رؤى نقدية في الشعر، في قضايا النقد والأدب وهو دراسات نقدية، ما بين النقد والأدب، نقود أدبية، مقالات في النقد والأدب، رؤية النص ودلالته، كشاف منشورات وزارة الثقافة، حوارات مع أدباء من الأردن وفلسطين، حوارات من الداخل، وله العديد من القصص القصيرة منها الحسد، قصة الأطفال، وفاء الأصدقاء، غرور، هذيان ميت، مجموعة قصصية، أبي والشيخ، ذات صباح على ما أظن آخرها. له مختارات من شعر نزار قباني، مختارات من شعر أحمد مطر، مختارات من شعر مظفر النواب وخليل زقطان، الأعمال الشعرية غير المنشورة. فليتفضل مشكورا. مساء طيبا، شكرا دكتورة دلال على هذا التقديم، وأشكر لكل القائمين على هذه الفعالية والنشاط. المكتبة الوطنية ممثلة بعطوفة الدكتور رئيس أو مدير عام هذه المكتبة ومندوبا عنه الدكتور أمجد الفاوري، شكرا لكم جميعا على هذا الحضور. هذا الحديث أولا من باب تشجيع الشباب أو الكتاب الشباب، خاصة الذين يعني في بداية الطريق. وحلا هي كاتبة يعني جديدة على الساحة الثقافية أو الأدب في الأردن، وهي يعني الخطوات الأولى التي تنهض بها نحو كتابة الرواية. وعادة الشباب يبدأون بكتابة الشعر أو خربشات الشعر، ثم ينتقلون إلى القصة، وبعد ذلك قد يتمرس في الكتابة ثم ينتقل إلى الرواية وغير ذلك. لكن حلا يظهر أنها بدأت في كتابة الرواية مباشرة، وكتابة الرواية ليس من الأمر السهل، يعني خاصة أنه يعني يحتاج إلى تقنيات أو معرفة تقنيات الرواية الحديثة، وأيضا الإلمام بتفاصيل الرواية بما يعني فيها من أحداث وسرديات، كما نتحدث عن السرديات الحديثة الآن أو هذه الأيام. الذي لفت نظري هذه الرواية أو الكتاب، للوهلة الأولى ظننت أنها مترجمة يعني من العنوان، ولكن بعد أن بدأت بالصفحات الأولى تبين أنها كاتبة يعني من الأردن، كتبت هذا العمل بعالم غربي وليس عربي. وعندما ننظر إلى العنوان لها
نيرفانا نربط هذا العنوان بما له من مجهولات بنهاية الرواية، خاصة أنها تتحدث عن فعل المقاومة والطلبة لاسترداد الأرض المسلوبة عند الهنود في أمريكا، وهو نوع من الإسقاط على واقعنا الآن، كأنها تتحدث عن فلسطين والأرض المسلوبة، ولكنها لا تريد أن تتناول هذا العمل بهذا المعنى، وإنما ذهبت بعيدا باتجاه شيء تاريخي له علاقة بالهنود الحمر وأمريكا. طبعا هذه الأحداث كما تحدث زميلي دكتور حكمة عن هذه الشخصيات التي يعني تأخذ طابعها أو سمتها الشرقية في عالم الغربي، يعني هي ألبست هذه الشخصيات لبوسا غربيا حتى بأسمائها، يعني حتى جميلة، يعني هي تميل إلى شيء أفريقي أو شيء زلوج السود، خاصة أنها يعني ماتت مبكرا، وأيضا هذه يعني كانت تمثل الشخصية المضطهدة مثل الشخصية العربية المضطهدة أو الأفريقية يعني أو العالم الثالث بشكل عام. لكن ذكرتني برواية محمد حسين هيكل زينب، وهي الرواية الأولى، عندما يعني استعار هذا أو وظف الريف الفرنسي في عكسه على الريف المصري بأبطال مصريين، وعندما نقرأ تلك الرواية نجد هذه البيئة ليست البيئة العربية إنما هي بيئة فرنسا ولكن الشخصيات عربية. هنا نجد الشخصيات عربية بطابعها الداخلي بعيدا عن الأسماء في بيئة غربية، يعني على العكس تماما. لكن هي ما الذي فعلته؟ هي هناك أحداث كثيرة يعني مشظاة، هي أعادت بناء هذه الأحداث من جديد برؤيتها الخاصة عندما تتحدث عن العلاقات الإنسانية، وفي مستشفى لوسان حسين، وأيضا تتحدث عن هذه الشخصيات وهذه العلاقات اللي هي الحميمية أو الإنسانية بين هذه الشخصيات. لو حذفنا هذه الأسماء وألبسناها أسماء عربية لوجدنا أنها يعني شخصيات عربية وليست شخصيات أجنبية. الشخصيات كثيرة جدا، أنا لم أستطع السيطرة على هذه الأسماء، بل أحيانا الاسم أذهب أنه لرجل أو لامرأة، لكن السرد أو الأحداث تكشف لي هذه الشخصية. هذه الأسماء أشبه ببيت العنكبوت عندما تريد أن تمسك خيطا لتصل إلى نهاية فلا تصل، وإنما هي دوران أو التفاف دائري في هذه الشخصيات. الشخصيات كثيرة، يعني جميل من حلا أن تمسك هذه الشخصيات بهذه ولا تتوه بينها أو يعني يصبح هناك شيء في نشاز في استخدام هذه الأسماء أو الشخصيات. أيضا في البداية كانت الرواية تتحدث عن يوميات، يعني يوميات جوزيف، وهو يعني طبيب في مستشفى يعاني كثيرا من المرضى ومن ظروف الحياة وغير ذلك، وعلاقاته الإنسانية مع أشخاص وأيضا مع ممرضات وغير ذلك. يعني هذه الشخصية محيرة يعني في البداية، ولم نشاهدها في نهاية الرواية، يعني اختفت في نهاية الرواية وظهرت يانوس التي كانت تعبر عن يعني بطلة الثورة من أجل استرداد الأرض المغتصبة من الأمريكان من خلال شخصية السيد جونسون، في حين يعني هي من قبيلة وكانت تعيش أيضا تعتمد على خيمة، وحتى هذه القبيلة يعني اعتبرتها بطلة من أبطال المقاومة أو الثورة في هذا العالم. يعني استخدمت أيضا في التصوير الفني في المكان كاليفورنيا وأيضا سان فرانسيسكو، يعني كانت تصور أو تصف هذه المشاهد
وهي أشبه بمشاهد عربية، بدل أنها تتحدث عن عالمنا العربي، لكن هي طبعا بخيالها رسمت هذا العالم، قد يكون ليس له علاقة بالواقع، يعني هو متخيل. هنا يعني لا نستطيع أن نقول تحاول، يعني هي نوع من محاولة كتابة أو تجريد كتابة رواية بشكل أو بنمطية معينة بنمط معين. أيضا لاحظت في هذه الرواية هناك أسئلة فلسفية حول الموت، حول الجحيم، خاصة عند وفاة أبيه جوزيف، وأيضا في فيما بعد في الحروب والمعارك التي كانت تخوضها القبيلة باتجاه استرداد الأرض. يعني في رؤية فلسفية أو وجودية في هذا العمل، لكنها محدودة، ليست يعني فلسفة عميقة، إنما يعني أسئلة، هي أسئلة وجودية لدى الناس جميعا. أعود إلى شخصية جميلة، يعني هي أرادت أن تبين العنصرية أو التمييز العنصري الموجود في أمريكا التي تعد أنها ديمقراطية. حتى في نهاية الرواية تكشف أن القمع الذي تعرضت له قبيلة، قبيلة يانوس، هو ينسف كل مقولة اسمها أمريكا ديمقراطية. أيضا في هناك محاولة أو في بعض جوانب هذا العمل الاشتغال على التقنيات الرواية من استرجاع واستباق ومنلوج، تقنيات يعني هذا الرواية الجديدة، ولكن استخدامها كان يعني ليس حديثا بمعنى الرواية الحديثة، إنما عادت إلى الرواية أو نظام الرواية الكلاسيكية وليس الرواية الحديثة. قد يعني في الأعمال القادمة يعني قد تنتبه إلى تطور الرواية العربية وكيف الآن أصبحت، وخاصة في لدينا اشتغال مختلف تماما عن الرواية الهرمية أو النظام أو الرواية الكلاسيكية الرومانسية القديمة. يعني هذا العمل الحديث حوله يقول أيضا في اللغة، لاحظ أن هذه اللغة فيها مباشرة، يعني وخاصة في الحوارات، يعني حوار مباشر، التقنية تبتعد عن التقنيات. هناك فقرات في هذه الرواية فيها جمال، فيها خيال، الإهداء بداية من الإهداء، وفي نهاية الرواية أحيانا تحلق في الخيال، ولكن بشكل محدود وليس بشكل يعني يتماشى مع أحداث العالم الرواية بشكل عام. هناك أيضا في هذا العمل محاولة أو الاقتراب من كما قلت تقنيات الرواية، يعني محاولة جيدة من كاتب إلى أول مرة تكتب روايات بهذه الصورة، لكن لا تسير على هذا الخط، خط أن تختار شخصيات أجنبية، يعني عالم يعني مترجم، يعني ليس مستوحى من أفلام أو مسلسلات غربية، ليس هذا العالم الذي نعيشه نحن في قضايانا وغير ذلك من بعض الأحداث التي يعني تدور حولنا أو في هذا العالم. لفت نظر أيضا مثل ياسمين يعني في نهاية الرواية، ويعني إذا أنا لفتنا صح ياسمين يعني اسم عربي جميل، اسم عربي. طيب في نو وجوليا كاترينا وفي نوس وكيت بروك أنطونيت، يعني أسماء غربية. لا تسمو جاسمين، أنا تسمو جاسمين، يعني هذا يعني على كل إن حتى الجد والجدة والأم والمرضى يعني لم يكن لهم أسماء مباشرة في هذا العمل، إنما كانت يعني تشير إلى ارتباط الأحفاد أو الأولاد بالجد والجدة الذين هم يعني شعبة في إلهام الشباب للثورة على المحتل أو الذي استلم هذه الأرض. نتحدث نحن في الرواية عن الأرض الأمريكية اللي هي في القديم.
يعني أكتفي بهذه الملاحظات، ويعني أتمنى لحلب يعني التوفيق في أعمال قادمة لها صلة بنا العرب، وأيضا بهذا العالم الذي نحن نعاني منه أكثر مما يعاني العرب. شكرا لكم. شكرا على هذه الإطلالة النقدية السريعة للدكتور زياد. أعود مرة أخرى للنيرفانا. قالوا أنها تعني الشعور بالانفصال التام عن العالم الخارجي بعد الدخول في حالة من التأمل، وله معنى آخر هو السعادة المطلقة. لابد هنا من سؤال، هل شكل النهر هنا مكانا للسعادة؟ وورد لهذه الكلمة بعض المعاني في اللغة العربية، أنها أحياناً تأتي بمعنى حالة الانطفاء الكامل التي يصل إليها الإنسان بعد فترة طويلة من التأمل العميق، فلا يعود يشعر بالمؤثرات الخارجية المحيطة به من أجل تحقيق النشوة والسعادة القصوى. فهل حقق النهر ذلك بتعلقه مع نيرفانا التي صارت نهراً في الرواية كما لاحظنا رواية نهر نيرفانا؟ طبعاً هذه الأسئلة وإجاباتها عند الشابة الصاعدة حل. تفضل تفضل. شكرا شكرا. سعد الله مساءكم في هذه الليلة الجميلة مع اكتمال غروب الشمس ومقاربة انتهاء يوم لكم، ولكنه بلا شك وقت ولادتي الجديد. يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور نضال أبو عياصرة المدير العام للمكتبة الوطنية لموقفه المشرف لإتاحة هذه الفرصة لي. كما يسرني أن أشكر الدكتورة دلال العنتاوي على جهودها في تقديمها لعمل الروائي. ولا يسعني أيضا إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذين الكريمين الدكتور حكمة النوايسة والدكتور زياد أبو لبن على ما ابدياه من اهتمام في هذه الرواية. وأنتم أيها الحضور الكرام، لكم مني جزيل الشكر وعظيم الامتنان لحضوركم في أولى خطوات مسيرتي. حابة أشرح لكم عن الرواية بشكل يعني بلغة سهلة شوي. نبلش إنه الرواية تأخذنا في رحلة مع حياة طبيب جراح غير مبالي وغير شغوف جميع نواحي حياته. طريقة كتابتي ممكن شوي تظهر إنها عشوائية، اللي كانت انعكاس لنفسيته لضياعه لشعوره بالفراغ. لاحقا ولا شعوريا يبدأ ينمو بداخله رغبة في انتزاع تلك النسخة القديمة واستبدالها بوحدة أخرى عن طريق طرحه لذاته أسئلة عامية، زي لما بيسأل شو يعني الشغف أو شو اللي بيخلينا نمشي في الحياة. بيلاقي أحداث في حياته بتعطيه إجابات زي ما بدي أحرق يعني شو الأحداث اللي بتصير بالقصة، لكن الحياة بتظهر له هاي الإجابات عن طريق أحداث الشخصيات اللي بيبحث عنها على هي أحداث وشخصيات بتقوم بمساعدته في تقبل ماضي اللي بيحاول عقله الباطني تزييف الواقع لأجل حمايته من الصدمات التي عاشها، مثل فقدان والدته، هجران والده، وعيش وتعليم جده له. لكنه أخيرا يتعرف على نسخة الحقيقية. في بعض الناس بالنسبة لها تقبل الماضي والتصالح مع الذات ليس كافيا للوصول إلى السلام الداخلي. شخصية البطل ذهبت إلى ما أبعد من ذلك، ولكنه بالنهاية يعود إلى حياته السابقة لمحاولة منه في إصلاح الأخطاء اللي ارتكبها قبل رحيله والعودة مجددا لإكمال رحلته الحالية. حابة أنوه إنه أنا كتبتها بالغرب أو بالأحداث بكاليفورنيا أو أمريكا أو أي كان، لأنه الغرب عنده مجال أوسع في الخيال. كان صعب إنه مثلاً أكتبها بالشرق لأنه يعني ما في هالتقبل
لو بدي اكتب انه شخص رجع لحياته السابقه ما حيكون في تقبل، حيكون في تقبل منه اكثر من غالب، لانه متعودين بالافلام، متعودين بالمسلسلات من هذا التقبل. هاي مش تجربتي الاولى، كنشر هاي تجربتي الاولى، بس مش يعني انا عم بكتب كثير ويمكن من انا طفله يعني صحيح في عندي اخطاء قواعد ومنهيات ما بعرف يعني بعترف اكيد ولازم يعني ادرب لازم اقرا كثير واكيد يعني شكرا لكم شكرا للنقد لم يغرق كثيرا هذا المساء هذه التجربه الاولى وقلت انا منذ البدايه هذه التجربه غضه قريبه تحتاج منا للرعايه فنحن نتسامح ونتسامح في أشياء كثيرة إلا اللغة انتبهي إلا اللغة يجب أن تهتمي باللغة كثيرا مساءكم سعيد سعدنا بحل هذه الليلة أو هذا المساء شكرا للزملاء اللي شاركوني نقد هذه الرواية ورواية موجودة وستوقع الشابة الرواية لمن يريد أن يقتنيها بس بدنا نحييها في مجال في حد يحب يعمل مداخلة؟ تفضل. بعد اسمك. تفضل. أنا بدي أحييها لأنه. السلام عليكم جميعا. أنا كمان سعيدة هلا شفت الحضور بتستحق الحضور هذا الكبير. بدي أحيي هاي الصبية أن تجرأت على الرواية وهي ما يعني ما زالت صغيرة بالعمر وتجربتك لسه ما اكتملت، لكن كونك تجرأتي معناته الرواية التالية حتكون رواية متميزة. قدرتك على الخيال رائع انك ذهبتي لمجتمع غير مجتمعك شيء طبيعي لما انت تتحدثي عن بيئه بعيده ما بتعرفي ردود افعالها الطبيعيه خلال الحياه انه تلاقي نفسك عربتي بعض الجمل فجميل انه لفتوا نظرهم النقاد ما شاء الله عنهم اسمعونا نقد بناء جدا جميل لكن يعني بودي انه يعني اعيد او اساعد كل كاتب من كتاب الصغار وفي هنا كاتبه نعم يعني الان تكتب روايه وتكتب النصوص الادبيه وهي بدات معنا من البدايه وهيها ام كمان تحولت الى ام مبروكه لك حبيبتي ان شاء الله لا والله نعم اهلا وسهلا فيكي وبالتوفيق ان شاء الله طبعا انا بضيف هون انه احنا فعلا كنقاد احنا كنقاد مع هذا مع هذه الكتابه مع هذا الجيل الذي يكتب ونحن نقرا ونقيم هذه التجارب بالعكس ناخذ باليد اللي نرى في المستقبل ابداعا جديدا طب انا عن نفسي انا هي بنظر قول لي ليش ما عرفتي على نفسك؟ بنعرف على حالها هي رئيسة جمعية وصافية كمان في جمهور ما بعرفها الشكر على هذه الرواية، رواية رائعة جميلة مفيدة هي أفكار ورقها أيضا مريح للقراءة دكتور زياد ورقها مريح للقراءة طباعة جيدة اللون الأزرق بالنسبة للغلاف يدل على الراحة النفسية هناك ضجيج في الحياة وهناك أناس يبحثون عن الراحة النفسية الرواية فيها الخبر الواسع الطويل فيها تفصيل فيها إطالة فيها إسهاب عن الأحداث فيها توسع في الفكرة حتى يصل القارئ إلى حد الارتواء كالإنسان الذي يحاول إرواء قومه بكل الوسائل الممكنة
حتى يتحقق معنى الارتواء، من هنا جاءت الرواية. الأمر الآخر، في القرآن الكريم لا توجد كلمة رواية، وإنما القصص أو القصص سدت مسد الرواية وأدت الغرض دون تفصيل وإسهاب. الأمر الآخر، في هذه الرواية شخصية البطل وشخصيات ثانوية، فيها مكان وفيها زمان. الزمان يشمل حياة البطل وقسم كبير من الرواية، فيها الحبكة. الأحداث في الرواية غزيرة ومتشعبة، فيها السبب، وفيها أيضا بالنسبة ل فيها تغليب الأفعال الماضية، سلامة المفردات، التنوع في الأساليب، ودقة استعمال اللغة. فيها التعجب، حاضر، أيمكن أن ألقي التحية؟ فيها الفعل المضارع، أقفز، تتسابق. فيها أداة التشكيل، أو من المحتمل، ربما. فيها الإكثار من استخدام أداة التشبيه، كأنما أتحسس، كأنما أنا. فيها النهي، لا تكذب. فيها أداة التحقيق، لقد رأيت. فيها سوف للاستقبال، سوف أخبر، إنني سوف. فيها عبارات لا تشغل بالك، أدير ظهري، لا أدري، على مضض، متعجرف، فكر بالأمر مرة أخرى، أريد منك خدمة. فيها الحوار يكشف عما في نفس الشخصيات، ما هي الاحتمالات الواردة برأيك مثلا. فيها المبني للمجهول، عدت. فيها بعد فكري فلسفي، النيرفانا، يصل إليها الإنسان بعد فترة طويلة من التأمل العميق، والهدف من ذلك شحن طاقات الروح. مرة أخرى شكرا على هذه الرواية الرائعة المفيدة الجميلة. وبركة الله. هناك مداخلة أخرى، تفضل أستاذ دكتورة. مساء الخير للجميع. زي ما حكى الدكتور دلال، وقال من يعمل بغير فني يفضحه الامتحان. يعني بدايه انا ببارك لبنتنا والكريم الحلا بالذات ولوالدها. لاحظوا انه مهتم، جزافة منها كان جاي بكير له صدور هذا المولود المعرفي، متمنيا ان يكون هنالك المزيد من هذه المواليد المعرفيه مستقبلا. النقطة الثانية، دائما ليس كل النقد سلبي، فكثير من النقد إيجابي. وكبداية أولى، أنا لاحظت بعض الأوقات عندما قرأت تضاريس الوجه تخوف من يأتي بهذه الفرمات الثلاث، حتى بعد عشر صدور له عشرات الدراسات لازم يخاف. دكاترة وإخواننا يعني معروفين في هذا المجال ومشهور لهم، الدكتور حكمة، الدكتور دلال، اللي اليوم غيرت مقعدها لإدارة حوار، دائما هي ناقدة، الدكتور زياد. فأمر طبيعي إنه نحن نأخذ دائما، إنه كثير من النقد ليس نأخذه بالجانب السلبي، فهو الجانب الإيجابي. فكثير إذا رجعنا لمؤرخين ومؤلفين في تراثنا كتبوا عشرات ومئات الرسائل بالكتب، ولو أعيد كتابته مرة ثانية لأضافوا وحذفوا الكثير. اخيرا انا بعتذر عن عطوفتي المدير العام الاستاذ الدكتور دلال العياصرة، اللي وصل يعني صباح هذا اليوم من مؤتمر خارج البلاد، فببارك باسمه لبنتنا حلا ولذويها، واهلا وسهلا بكم. دكتور امجد، من مداخله، تفضل استاذ. صغير يعني مداخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالواقع إجا ذكر أمريكا يعني بشكل سلبي،
ولكن إن أرض الله واسعة، واكتشاف أمريكا شيء غير سهل لأنها كانت أرض غير معروفة، وتم اكتشافها وأصبحت شيء جميل رغم وجود شغلات سلبية خاصة تعبيد الهنود الحمر الأصليين، ولكن أصبحت أرض مشهورة معروفة لكل الناس، وسكن بها أبناء آدم قبل أن تضيق به الأرض والحياة. وشكرا كثير. آخر مداخلة، تفضل أستاذ كامل فوزي. الثانية أن نقف عن حدبات النص. يجب أن يكون حدبة النص أن يكون إغرائيا، أن يكون جماليا، أن يكون مكثفا، أن يكون تحريريا. هل كان غلاف الكتاب أو اسم الكتاب يحمل هذه المضامين ذلك؟ وكنت أتمنى الإشارة بهذه الرواية. القضية الثالثة أنه ما دام تحدث الدكتور زيادة تملك أدوات الفنية للرواية، مروجة وداخل وكيف تعاملت مع ذلك. إذا هي عندها قراءة في عالم الرواية وذلك، وليس هي الرواية الأولى التي تناولت المجتمع الغربي. هناك رواية الدكتور عبد الرحمن منجو ودابت بنبرة وروايات كثيرة جدا، لكن هذه الرواية أو هذه الرواية الجديدة التي في الحركة الأدبية أو دخلت الحركة الأدبية يجب كما قالت الأديبة والكاتبة يان ضرة أن نحتضنها، أن نشجعها، أن أي عمل لأي عمل كتاب. وعندي مثال سريع جدا، الشيخ محمد عبدو كان في وزارة المعارف، كان موجه للغة العربية، زار مدرسة إكسوان ودخل على الصف الرابع ابتدائي، وكان عنوان الدرس في التعبير، فتصفح أوراق الطلبة فوجد هناك موضوع اندهش فيه، هل يعقل طالب الصف الرابع ابتدائي يكتب بهذا المستوى وهذه الثقافة وهذا العمق وهذا الرؤية وهذا أقصاني؟ فشك الشيخ محمد عبدون يكتب هذا الطالب بهذا المستوى، أخرج الطالب وأعطاه عنوان أبدع الطالب أكثر من الكتاب التحريري. قال يا بني إذا استمريت في القراءة والكتابة ستكون أكبر كتاب العالم العربي. وتحققت نبوءة الشيخ العلام. يقول الفتى ذاك عندما كتب كتابه، يقول هذه كانت الكلمة حضرت في ذاكرتي أن أكون أكبر أديب عربي. نعم حققت، هو صاحب العبقريات، عصير، كروان، العقاد، كلمة من أستاذه حضرت في ذاكرة أن يكون أكبر أديب عربي. نحن بحاجة إلى تشجيع، إلى اهتمام، ونحن في سماء الثقافة كما تحدث رئيس سماء الثقافة الأستاذة تحتضن كل الأقلام وكل المبدعين في أمسيات، في ندوات، في إقامات، وعندنا شعراء وأدباء كتاب وقامات أدبية نرحب بهم جميعا. تبقوا مقام المسألة. شكرا. نختم هذا المساء بالشكر للجميع على هذا الحضور، ونتمنى للشابة حلا أن تستمر، وأن نحن كلنا في دعم مسيرة شباب الروائيين والقاصين والشعراء والكتاب. الرواية الآن في التوقيع، تفضلي ست.